دخلت فيلم اتنين للإيجار. من بطولة الفنان بيومي فؤاد والفنان محمد ثروت. دخلته سينما. ايوه في ناس هتسالني ايه ده دخلته سينما يا ابو حميد. اه ما انا عرفت. ايوه عرفت المعلومه اللي انتوا هتقولها لي اللي انا هقولها جوه الحلقه. عرفت المعلومه دي. بس عموما بتوع افلام هيظبطوني لايكات كتير جدا 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 عشان يعوضوني على وطالبين مني ان انا اعمل الحلقه الجزء السابع صح. وانا وعدتكم وانا في خلال ان شاء الله خلال باذن الله الاسبوعين اللي جايين دول هعمل الحلقه بتاعت الجزء السابع بتاعتنا. حاضر. بس انا بتعب. الحاجات دي متعبه يعني انا شايل الحمل بتاع اليوم اللي انا هتفرج فيه على 10 افلام ونعمل حلقه جزء سابع. بس يعني حبايبي بتوع افلام اظبطوا لي لايكات كتيره جدا وشير وسبسكرايب للشانل لاول مره. طبعا عايزكم تشتركوا على انستغرام بيج وفيسبوك بيج وعلى التيك توك. ويلا بينا نخش في الحلقه. اهلا وسهلا عليكم. انا احمد كمال بتاع افلام. مبدئيا كده فيلم اتنين الايجار من اخراج المخرج شادي علي اللي عمل بداياته. يعني اول حاجه عملها كان رجل العناب اللي هو يعني واحد من اكتر المسلسلات الخطيره اللي انا هتكلم عنها. وكان كل الناس بتقول على رجل العناب ايه هو بس الكواليتي بتاعته ضعيفه والاخراج مش احسن حاجه بس ككل يعني كضحك وبتاع ماشي. وعندك افلام اخرى زي اجعله عامر وحياتي متبهدله بتاع محمد سعد وافلام قشطه يعني تمام حلو. واللي بيشارك في البطوله مع بيومي فؤاد ومحمد ثروت الفنان محمد لطفي والفنانه ناهد السباعي والفنانه ايناس مكي وناس كتيره جدا تمام. ايجابيات الفيلم انه خلص ده بالتاكيد يعني ده بدون نقاش. بس بقى اللي مضايقني ان في النهايه ايوه في النهايه كانوا بيمهدوا كده ان في جزء تاني مثلا عشان الجزء الاولاني طبعا هيكسر الدنيا والناس كلها هتشوف الجمال ده والضحك والهزار ده. عارفين بيك بتاع بيومي فؤاد في لما بيكون انتوا عارفين طبعا الحاجات اللي هو بيعملها فتره اخيره ككوميدي. انتوا عارفين البيك بتاعه بقى لما بيبقى بيستظرف جدا. ده بيومي فؤاد في الفيلم. ومحمد ثروت اللي انا مش فاهم هو قل في اعماله بس بقى يعمل اعمال وحشه جدا. انا بقى سؤال مهم جدا انا احنا هنهزر بقى ونقول ايجابيات وسلبيات الفيلم والكلام ده. خلينا نتكلم بقى بجد شويه. كاسره عمل شفتوا في الفيلم ده ايه او ايه؟ اقول لك قصه الفيلم. اتنين شباب عاطلين يومي ومحمد ثروت لسه يعني مش هقول لك شباب بس عاطلين بقى ولاد يعني. القصه ان هو بيدور على شغل وكده عشان هم عاطلين بقى. ورساله الفيلم اتقالت بعد 5 دقايق من الفيلم من واحد بقى واحد كده بقى اللي هو ده جاي الدور اللي هو الراجل اللي يقول الحكمه. بيومي فؤاد ومحمد ثروت بعد مشهد استظرافي طويل جدا في اول الفيلم عمالين بقى بيتكلموا بعض. ده بيتكلم على خالد ده وهم قرايب اساسا هم اولاد خاله فده بيتكلم على امه ده ما بيتكلمش على خالتي كده. بينزلوا الشارع بيتعاملوا مع بعض في الحاره حاجه ولما بيقابلوا بعض في القهوه كانهم اول مره يشوفوا بعض وينعلقبوا الكوميديا والجمال والحلاوه والدلال وكل حاجه. حاجه جميله جدا. فهم بقى وهم قاعدين القهوه بقى عمالين بقى هات وخد افيهات رائعه. قام جالنا بقى الراجل الحكيم ده بقى من ورا قال لهم والله العظيم انتوا عيال سيس. مبدئيا حضرتك سيس دي كانت قديمه 2011 2012 كانت ابتدت الناس اللي هو سيس دي ايه فكك من جو شاب سيس دي بقت تتقال كده على طول اساسا يعني ده ما علينا يعني. فهو طلع بقى ان هو بيقول والله العظيم انتوا شباب سيس ليه؟ لان انتوا عاطلين ما بتعملوش اي حاجه. فكنصيحه بقى اول حاجه يعمل لهم ايه؟ روحوا دوروا لكم شغل كده ولا شغلانه ولا اي حاجه. روحوا اشتغلوا في اي حته. روحوا وقفوا عند اعملوا اي حاجه. اعملوا مشروع. لا قال حاجه منطقيه جدا بتتقال لاي حد حد عاطل واحد بيدي نصيحة. قال له يا عم بقى روحوا اعملوا كده على الفيسبوك ان انتوا اتنين الايجار. كان ده المنطقي يعني اللي هو ايه ده يعني ايه ده. فهم بقى عجبتهم الفكره. فكره ان هم يعرضوا نفسهم للايجار كده اي حد عايز اي حاجه فهم بقى. فبنشوف بقى مواقف وطرائف ومغامرات وجمال ودلال مع بيومي فؤاد ومحمد ثروت وبنشوف بقى كوارث. انا بقى حاجات مهمه جدا. فنان ناهد السباعي انا مش فاهم ايه ليه يعني المتعارف ان ناهد السباعي بتمثل حلو بتمثل وبتشارك في اعمال دراميه حلوه وكده
ايه الفنان عارف عبد الرسول خطيره في الدراما كوميديا هي قحمه نفسها في الكوميديا في اللعبه هي اقل واحده دمها خفيف بحس ان هي بتستظرف بتعمل كوميديا اللي هو بص هضحك قد ايه وكده زي ما انت شفت المشهد بتاعها في الاعلان مثلا يعني انا مش عارف ليه الادوار دي يعني انا مش فاهم ايه اللي شدكوا في الادوار دي انا مش فاهم انتوا ليه تعملوا حاجه زي دي عارف بقى اللي ضايقك ايه اقول لك انا اللي يضايقني انا اقول لك الصراحه ان فيلم البيومي فؤاد ومحمد ثروت كان ممكن يبقى حلو جدا كان يبقى فيلم يبقى عارف انت من الافلام اللي ما نجحتش وفيما بعد هتنجح جدا لان اكيد هيبقى فيه كوميديا كتير زي افلام كتيره دلوقتي ما نجحتش ساعتها ودلوقتي محققه نجاح غير طبيعي فيلم ثقافي ما كانش محقق ايرادات عاليه نفس الكلام مثلا غبي منه فيه جاب ساعتها 5 ولا 6 مليون جنيه دلوقتي يعتبر واحد من اكتر الافلام الكوميديه المعروفه والمحبوبه في الوطن العربي لكن فيلم زي ده انتوا يعني مفيش يعني انا مش عارف هل ده كان مكتوب ده كان مكتوب مثلا يعني ده كان كلام مكتوب ولا هم قالوا ايه يلا نخش الاستوديو ونقول اي افيهات والكلام ده وطبعا انتوا شفتوا من خلال الاعلان مشاهد بقى ان هم بيعملوا بقى اعلانات وكده على الفيسبوك كانوا بيحاولوا يعملوا نفس النجاح بتاع وقفة رجالة اللي كان مع ماجد الكدواني وايضا سيد رجب وبيومي فؤاد والكلام ده بيعملوا بقى اللي حركات تيك توك بس اتعملت شوف بقى الفرق بين الاثنين وحاجه برضو لازم تتقال الفنان محمد ثروت اللي انتوا عارفين من خلال الشانل هنا انا بحب بيومي فؤاد جدا وبحب محمد ثروت جدا جدا انا مش عارف محمد ثروت فيه ايه واتمنى طبعا برضو حد يدي له نصيحه ان لما بتلبس اللي هي الاكسسوارات دي انت مش سمير غانم مش ده اللي هو فيما بعد بقى بعد 30 40 50 سنه يقولوا محمد ثروت برضو كان نجم الاكسسوارات في هذا الجيل بلاش يعني حاسس ان هي مش كوميديه يعني انا لما شفتك وانت عامل كده وعامل باروكه غريبه وكده ما ضحكتش حسيت اللي هو ده استظراف ده انت كده عايز نضحك وبقى معلم بقى استظراف ايه يعني استظراف بقى استظراف طول الوقت واحده من ضمن المواقف يعني حد كان طالبهم للايجار الفنان محمد لطفي اللي انا برضو مش فاهم فيه ايه فترة اخيره ممكن دي الادوار الوحيده اللي بتتعرض له مثلا خلال الفتره دي فهو مش عارف بس ايا كان ايه ما اقدرش احط نفسي مكان النجم برضو يعني ما اقدرش احط نفسي مكان اي حد الصراحه بس يعني قابله بقى محمد لطفي وطبعا بقى ضحك وهزار فمحمد ثروت بيقول له بص احنا معاك يا باشا في اي حاجه بس ما فيهاش حرمانيه يعني مخدرات ماشي قتل ماشي صدقت ماشي اوكي تمام اضحك عليك انا ضحكت مع سامي مغاوري سامي مغاوري في الفيلم كان قايم بدور خواجه عشان عايش في غردقه وطبعا بقى موضوع الغردقه ده بقى اللي هو محمد ثروت وبيومي فؤاد اول ما نزلوا سوبر جيت محمد ثروت اول ما شاف الغردقه قال يا ده انا اول مره اخرج بره مصر بيومي فؤاد بعديها رد عليه قال له يا عم احنا لسه راكبين سوبر جيت احنا كده مش بره مصر ولا حاجه لو ركبنا طيران من مصر للغردقه يبقى انت كده فعلا خرجت بره مصر ايه رايك في الكوميديا دي ايه رايكم انتوا ايه رايكم انتوا تحب ازود لك تاني تحب اكتب لكم افيهات الفيلم واقولها لكم وتقولوا لي ايه رايكم اه نرجع لسامي مغاوري ليه ضحكني لان هو كان قايم بدور يعني اللي هو خواجه عايش في الغردقه تمام وضحكت عبثيا يعني انا ما ضحكتش اللي هو ايه ده دوره خطير وهيعلي تقييم الفيلم وكده بس في مشهد كده دخل عليهم في الأوضة وكان شافهم فاتخض قال خرمية خرمية فضحكت الصراحة المشهد ده اه ونسيت في الفنانة مريان حسين كانت موجودة في فيلم كده أنا مش عارف فيلم راح فين فجأة كده قابلوا مريان حسين وكانت عايزاهم في مهمة في آخر الفيلم قالوا بقى اللي هو أنتوا عارفين الأفلام بقى اللي هو خلاص بقى هيبتدوا بقى على نضيف ويبتدوا شغلانة صح ومنجد وجد وهنعمل بقى محل أنا وأنت وطبعا مواقف بقى في النص إن هم بيحاولوا يشتغل بقى في محل فطير فالاتنين طبعا مجانين جدا وأشقية جدا فبيعملوا الفطيرة كده فتيجي في وش صاحب المحل فيقفشهم كده من قفاهم ويخرجهم بره المحل يا جماعه دي كوميديا قديمه جدا مين صاحب محل هتعمل له كده في فطيره بعد كده ماسكك كده ومستنيك وانت بقى يوم فات بقى لسه عمال يعمل له فطيره في وشك عشان ده يجيب ضحك اكتر وهيجيب صريخ ضحك اكتر ما علينا ما علينا يا جماعه مش عارف في الاخر كده كان في قعده جد وان هم بقى اللي هو رساله الفيلم اللي هو بيحبوا يدالك في الاخر اللي هو عشان بعد كده لما حد يجي يعمل معاه انترفيو مثلا في العرض الخاص ولا حاجه يقول لك ايه دورك في اتنين الايجار يقوم قايل له بقى ايه الرساله اللي هو بيقولها في الاخر دي اللي هو ان يعني لازم تجتهد وان تبطل سوشيال ميديا وان مش سوشيال ميديا ده يعني مش شغلانه بس انت محتاج تتعب عشان يجي لك فلوس يا سلام ده فيلم عميق جدا يا ده ايه ده طب نخش بقى نشوف اتنين والخبر اللي انا قلته في الانترو اللي هو انا اكتشفت لما رجعت البيت ان في ناس كتير لقيت في كذا بوست يا جماعه فيلم اتنين للايجار نزل على النت ايه الفيلم ده وبتاع فده انا اكتشفته بعد ما خرجت من الفيلم
يعني هتسالني طبعا دلوقتي سؤال مهم جدا، يعني انت لو كنت تعرف يا ابو حميد ان فيلم اتنين للايجار كان نزل على النت وتصوير سينما ما كنتش دخلت الفيلم في السينما؟ احب اقول لك ان انا لو كنت عرفت ان الفيلم تصوير سينما ونزل على النت بتصوير مقلوب الشاشه مقلوبه كنت اكيد يعني يلا ما علينا ما علينا، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. احلى بتوع افلام حسبتوني ولا ايه؟ تظبطوني طبعا. تقييم الفيلم ايه؟ واحد او اتنين، عشان حته سامي الغوري دي ضحكت. بس يعني لازم يا جماعه نوقف الافلام دي، عيب عيب جدا عيب. وبس ده اللي اقدر اقوله لكم بتوع افلام عن فيلم اتنين للايجار. اتمنى طبعا في نهايه الفيلم، انا اتلخبطت سؤال الحلقه، ايه اوحش فيلم شفتوه في اخر خمس سنين؟ بصوا قايمه كتير هتلاقوا كتير، بصوا بقى الكومنتات تحت وشوف بقى بتوع افلام هيتكلموا على كام فيلم. بس سيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات وهرد عليكم زي ما احنا متعودين على طول. وفي نهايه الحلقه بتوع افلام اتمنى طبعا تظبطوا لي لايكات كتيره جدا 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 جدا، شير وسبسكرايب للشانل لو لاول مره. طبعا عايزكم تشتركوا على انستجرام بيج وفيسبوك بيج، دوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول. واحلى مسا عليكم.